أم هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. لو سمحت عندي 3 أسئلة، الله يبارك لك. واحد، هل ممكن الاستبراء من البول بالمناديل بس ولا لازم استخدام المية؟ لا، هقول لك على حاجة كويس قوي. كان الأنصار يتبعون الحجر بالماء، فنزل فيهم قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فإتباع المنديل بالمية أكمل. أما لما المنديل هينضف وخلاص وانتهت الحكاية، العبرة مش باستخدام إيه، مفيش مشكلة، المهم زوال أثر النجاسة. يجي المنديل الأول وبعدين المية، لأن المية احفظوا حاجة في الشريعة، احفظوا حاجة في الفقه الإسلامي: المية الأساس الأول في الطهارة، يليها التراب. وذلك شرع الإسلام الوضوء بالماء، فإن لم يقدر على استعماله أو كان في حاجة إليه تيمم بالتراب، فليزيل النجاسة أهلا وسهلا بيه. السؤال الثاني: لو أنا بصلي ومثلا نسيت الترتيب في الآيات وفي الصور، وقلت مثلا بدل ما إذا جاء نصر الله والفتح نسيتها، وقلت قل أعوذ برب الفلق، لسه ما كملتش الآية رجعت تاني إذا جاء نصر الله والفتح، هل ده يبطل الصلاة ولا؟ عمره ما يبطلها إلا القرآن الكريم. إذا أخطأ وكان في جماعة يرد اللي وراه، تذكر ونسي، ونسي وتذكر، يعود لما تذكره في القرآن الكريم. السؤال الثالث: الله يبارك لك يا دكتور. أمين يا رب. ممكن لو أنا صحيت متأخرة شوية في صلاة الفجر أصلي الفرض الأول قبل السنة عشان ما يضيعش عليا الفرض، ولا أصلي السنة لازم الأول وبعدين الفرض؟ إذا كان الركعتين ممكن نبتدي بيهم قبل الشمس ما تطلع، يبقى أجيب الفجر الأول وبعدين أجيب السنة بعد الصلاة، لأن وقت الفجر ممتد لحين طلوع الشمس. الله أكبر تكبيرة الإحرام أو ركعة، تكبيرة الإحرام أو ركعة، والشمس تطلع وأنا في الركعة التانية، يبقى أدركت الفجر. أما إذا كان الوقت فيه كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين في حجرته قبل أن يخرج إلى أصحابه، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: هل صلى بأم الكتاب من سرعته في صلاة السنة؟ في صلاة السنة يصليها بسرعة، وبقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل هو الله أحد في الركعة الثانية. معنا مين؟ محمد بيه، بسمة هانم. ألو. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا معاك. عندي والدتي متوفية، الله يرحمها، وعندي أخت شقتي، وعندي أخت تانية مش شقتي. مش شقتك من أبوك ولا من أمك؟ من أبويا. طيب، فأنا حصلت لي ظروف، جوزي خسر فلوس كتير يعني الشغل وكده، فبابايا كتب مبلغ كبير باسمي في البنك. تمام؟ لا مش تمام. طيب اكمل؟ كملي. الموضوع ده اخد فتره، وبعد كده انا طلبت يعني قلت لبابايا ان انت لازم تعدل عشان اخواتي ما يزعلوش مني، فعطل اختي اللي هي مش شقتي، واختي اللي شقتي دي عشان كانت تعبانه شويه يعني ومشاغبه حبتين، فقال لي لا انا هبقى اديها بعدين، انت مش عليكي اي ذنب، لكن هو اعطاني بحجه او عشان خاطر ما احسش ان انا يعني نقصت في الحال يعني. فانا خايفه ان انا احس بالذنب من ناحيه اختي اللي شقتي دي، ومش عارفه الصراحه اعمل ايه. المفروض ان انا اعمل ايه؟ ابوكي المفروض يسوي بينكم في العطايا ويؤثر صاحب الحاجه، يعني يزود. بس انا حته في الحته الاول كتب حاجه باسمي عشان جوزي مر بمشاكل. انا انصح كل اب، بنتك المتجوزه جوزها في مشاكل، ودي لها لحمه، ودي لها فرختين، ودي لها 3 كيلو بصل، وديلها تاكل، لكن تاخد لوكشه وتروح تعملها لها في البنك وتسيب بقيه اولادك، بقيت ظالم. بس